مساء الخير على كل متابعي اليوم السابع، مع حضراتكم مصطفى جابر. احنا في بث لايف جديد من افتتاح ممشى اهل مصر. احنا كده داخل ممشى اهل مصر. زي ما حضراتكم شايفين الممشى من تحت مفتوح كافيهات ومطاعم. اللي حابب الفيو يبقى الفيو على النيل، شكله جميل. واللي مش حابب احنا عادي ممكن نتمشى كده زي ما احنا زي ما انا بوري حضراتكم الجولة. وفي زي مقاعد كده موجودة. ادي المقاعد زي ما حضراتكم شايفين، وتقريبا احنا كده في نص النيل زي ما حضراتكم شايفين. طبعا ده هيفك الضغط الكبير والكثافة اللي بتبقى على كوبري قصر النيل. في هنا زي نافورات بتشتغل بتبقى بتنور، شكلها بيبقى تحفة. احنا هنا في ممشى اهل مصر. خليكم مكملين معانا اللايف، احنا هنلف الممشى كله. المكان هنا ببلاش، يعني ما فيش اي رسوم على دخول الممشى خالص، مجرد بس فوق بتقول للحراس اللي واقفين احنا عايز انزل الممشى، بيقول لك ممكن لو معاك شنطه بيقول لك ممكن اشوف الشنطه وبس، خلاص كده الموضوع خلص، بيقول لك اتفضل وبتنزل عادي. في كمان هنا المطاعم فيها اندور واوت دور، لو مش حابب ما يعني تقعد على مطعم او كافيه في مقاعد زي ما وريت لحضراتكم هنا. زي حضراتكم شايفين الناس هنا بتاخد الصور.
استاذ مهاب، احنا في ممشى اهل مصر. استاذ نور، احنا في ممشى اهل مصر. خليني اقول لحضراتكم ان لسه في محلات ومطاعم ما اتفتحتش. المكان هنا هيخف الضغط بشكل كبير قوي على كوبري قصر النيل وغيرها من الكباري اللي بتطل على النيل، اللي كانت الناس دايما بتحب تزورها. احنا مكملين جولتنا مع حضراتكم. بجد احنا شايفين تحفة معمارية على ارض مصر. كل التصميمات اللي هنا دي اللي في الممشى شكلها حلو جدا. كاميرات، عمدة انارة، اماكن حلوة للتصوير، اي حد ممكن يجي هنا ويتصور. هيطلع في اللايف كده. تعالى ما نمشيش من جوه ما دام مش عاجبني. بس
لا لا اول قول بقى عم شوف الراجل يا ابني بتعمل ايه لا عايز اسمه ما ينفع والله هرب ابن اختي